الأنظار مسلطة عليه اليوم والكاميرات تراقبه، أمر طبيعي عندما تواجه فريقك السابق، وأكيد سيحاول أن يقدم أفضل ما عنده. رح نكون مع حضراتكم على EA Sports. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، هنا في ظل هذه الأجواء الجميلة ننتظر انطلاقة مباراة اليوم. سعيد بتواجدي معكم اليوم، نحبكم فارس عوض، الكل في انتظار انطلاقة هذه المباراة ضمن بطولة الدوري الإنجليزي. مع كل هذه الإثارة المصاحبة للمباراة نتمنى بأن نشاهد مباراة مثيرة قوية على أرضية الملعب. كل مباراة في الدوري لها قيمتها وأهميتها لجمع النقاط، وكل مدرب يريد أن يخرج منتصرا من هذه المواجهة على أمل بأن نشاهد مواجهة كبيرة بين الفريقين. نبدأ المباراة مع ركلة البداية. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. تحرك اللاعبين في الخط الأمامي. كرة بتبعد من مناطق الخطر. ما نتوقع من الفريق الضيف في مباراة اليوم بأن تكون للمبادرة، ليست أيضا من صفاته بكل تأكيد. فريق يفضل بأن يلعب في الخلف وأن يترك الخصم يسيطر على الكرة طالما بأن لا تشكل خطورة على مرماه. يضرب الآن، تصدي ممتاز من الحارس في الكرة. ضغط عالي جدا في الأمام. الأضواء كلها مسلطة عليه بشكل كامل في مباراة اليوم، والكل يترقب ماذا سيقدم في هذا اللقاء. يخوض مباراة خاصة على المستوى الشخصي لأنه يواجه فريق السابق للمرة الأولى منذ أن غادر، أكيد عنده مشاعر مختلطة لهذه المواجهة. يعرف جيدا بأن عليه ضغوطات كبيرة وتركيز إعلامي أكبر، أي شيء سيقوم به في الملعب سيتحدث عنه الجميع، وهذا ضغط ربما يجعل يخرج عن تركيزه أو لا يظهر في أفضل حالاته. ركنية بتلعب، راحت للفريق الخصم، انتهت خطورتها. مرة أخرى ضربة ركنية. ركنية تنفذ في منتصف ال 18. بيلعبها في مكان، حارس تمكن من ابعاد هذه الكرة بسهولة. ممكن هجمة مرتدة الآن. حلوة الكرة البينية، يكسر فيها المدافعين. فرصة خطيرة على المرمى، من بداية الهجمة كل شيء كان سريع، نقل الكرة، التحرك، التواجد، الهجمة المرتدة. الله على فرصة لم تكتمل. مدرب يحاول أن يشجع لاعبا أن يرفع من معنوياته ليواصل أيضا حتى يأتي هدف التقدم. دفاع هذه كرة هدف الآن. أوهو، هدف يكسر النتيجة السلبية، افتتحوا المباراة، الضربة الأولى، منافسة ستبدأ الآن، مباراة بنقطة تحول في هذه اللحظات. نشوف كرة الهدف من جديد، شوف كيف عدى، شوف كيف تجاوز المدافع بشكل مهاري، ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى، ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. قد تكون هذه الفرصة. يبعد الكرة بعد هذا التدخل. فرصة لكرة مرتدة سريعة. أوهو، تدخل خاطئ، قد يخرج الحكم الكرت الأصفر الآن. كرت أصفر صحيح ومستحق في اللقطة، واللاعب لازم يكون أكثر حذر في اللحظات القادمة.
يبعد الخطورة عن منطقته. يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. أنت الفرصة في هذه اللحظات. كرة بتتشتت من الدفاع. وبتضيع الكرة. واضح بأن هناك أخبار قادمة من ملعب ستانفورد بريدج. الهدف الثاني لصالح فريق توتنهام. النتيجة الآن تشير لتقدمهم بهدفين. حارس في مكان جيد وينجح في إيقاف هذه الكرة. والآن تخرج إلى ضربة ركنية. المدرب يعرف قيمة زيادة الفارق، ولذلك نشاهده يتفاعل مع كل لقطة، مع كل فرصة يبحث عن هدف آخر. بيرفعها في وسط المنطقة. حارس يبعد الكرة عن مناطق الخطر. ضربة زاوية أخرى. ركنية تنفذ بشكل قصير. عرضية بيخلصها حارس المرمى بدون أي صعوبات. راح الاستحواذ. خطأ موجود وقرار سليم. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes. محاولة هجومية هنا. عرضية ممتازة في وسط المنطقة. تبعد الكرة من أماكن الخطورة. رمية تماس بعد كرة راسية. فرصة لإرسال كرة عرضية. بتروح الكرة. فرصة للتعادل من الضربة الركنية. بيلعب الكرة الوسطى 18. اوهو يبعد كرة خطيرة. الشوط الأول ينتهي. ينطلق الآن الشوط الثاني من هذه المباراة. تمريرات جميلة من ويست هام يونايتد. عرضية في المنطقة. حارس تمكن من إبعاد هذه الكرة بسهولة. حديث في الصحافة هذه الأيام يدور عن النادي ليفربول يتفاوض مع لاعب جديد من أجل دعم صفوفه. الانتظار في سوق تصويبة باتجاه المرمى. كم ممكن تكون هدف لو أنهى بشكل أفضل، لكن شوف حارس المرمى ما بذل أي مجهود في هذه الفرصة. الحكم يعلن عن وجود خطأ. انذار شفوي في هذه المرة قد يتحول إلى انذار وكرت أصفر إذا ما تكرر مرة أخرى. هنا في مكان خطير. فهد المولد فقدوا الكرة. محاولة للوصول إلى المرمى. الفرصة متاحة لإرسال كرة عرضية. رائع في قراءة الكرة وقطع المحاولة. تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. على ما يبدو بأن هناك هدف في المباراة الجارية في ملعب ستانفورد بريدج. نعم، الهدف الأول لصالح نادي تشيلسي، والنتيجة تصبح الآن هدفين مقابل هدف، وذلك بعد مضي 66 دقيقة لعب. إذن عودة لأحداث هذه المباراة مشاهدينا.
كرة بتضيع. نشاهد ضغط متقدم من الفريق الآن. فهد المولد الآن يبحث عن استخلاص الكرة بعد ما كانوا مسيطرين عليها. هاريسون، كرة في وضعية هجومية، هجوم منظم، تمريرة في مكان خطير. أوهو، ضاعت فرصة التعادل في هذه اللقطة. تغيير لكل مدرب في هذه اللحظة في نفس توقيت من المباراة. ممتاز في الضغط العالي. يحاول أن يشكل خطورة. كرة بتتخلص. برافو للمدافع في التغطية. تبديل تكتيكي الآن للفريق المتقدم. تبديل ممكن يكون من الهدف تأمين النتيجة. مباراة من الصعب أيضا التوقع في لحظات. يخترق ولديه المساحة. خطورة مستمرة. يا لعيب، يا مجنون، يا فنان، يا أخي أنت كيف تلعب؟ كيف تلعب؟ شوف كيف حطها. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. اعتراض ممتاز، توقيت مثالي. مدرب الفريق المستضيف يبحث عن حلول جديدة من دكة البدلاء. كرة بتروح للمنافس. 6 دقائق فقط ويطلق الحكم صافرة النهاية. كرة هدف في هذه اللحظات. مستحيل، مستحيل، هدف ولا أروع، هدف في هذا التوقيت. شوف إعادة الهدف، مرور جميل من المدافع ثم كما نشاهد كل الأضواء مسلطة عليه اليوم. الأخبار منتشرة هنا وهناك عن رحيله، ومع ذلك يشارك بشكل أساسي من البداية. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء من كاتالونيا وتحديدا من مدينة برشلونة. نرسل لكم أجمل تحية ونتمنى لكم مباراة ممتعة. أنا فارس عوض محدثكم من كابينة التعليق. مباراة اليوم تأتيكم ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. مباراة تبدو بأنها ستكون مثيرة. من المهم جدا الثبات على المستوى في دور المجموعات وعدم إهدار النقاط، لأن ليس هناك فرص كثيرة للتعويض، ولا بد أن تكون مدركا لقيمة كل مباراة ونقاطها، لأن في النهاية جمع هذه النقاط يفيد في الاستمرار في البطولة. عنده قدرة رائعة في قراءة الخصم. سواريز استعاد الكرة بشكل سليم. حلوة الكرة البينية خلف المدافعين. فهد المولد يأخذ الكرة في منطقة خطيرة جداً.
مباراة لها طعم خاص بوجود ثنائي مميز في أرضية الملعب. كل لاعب سيحاول أن يقدم أفضل ما لديه من أجل الفوز والانتصار لفريقه. لاعبان يمتلكان المهارة كرة خطيرة، الهدف تقدم، إنهاء الكرة مكان مثالي، الحارس تواجد في المكان المناسب، أمسك بالكرة بدون صعوبة، هذا التصدي سهل جدا من حارس المرمى. سواريز بيعدي فيها، بمر بيعدي، ضاعت الفرصة الذهبية للتسجيل في موقف الواحد على واحد. لا أدري ما الذي حدث، ما الذي أصابه، قد يندم كثيرا على هذه الكرة. يفقد الاستحواذ، لا لدوري أبطال أوروبا لها قيمة خاصة لدى عشاق كرة القدم، جماهير الأندية تطمح لهذه المباراة. فرصة والمساحة موجودة، تسديدة خطيرة، يتدخل شتيكن واللعب مستمر الآن. حلو التدخل، بيخلص الكرة بدون ارتكاب أخطاء. الآن ممكن يلعبنا كرة عرضية، فرصة لإرسال كرة في الشباك، تير شتيكن يبعدها لكن ما زالت خطيرة. فهد المولد، فرصة للتسجيل، مدافع يقطع الطريق بكل فدائية، هذه هي فرصة هدف في المرمى، في المرمى، الهدف يأتي، 1-0 يا رب. يا سلام على المهارة، شوف الإعادة، شوف اللقطة الفنية، شوف تجاوز المدافع، شوف كيف سجل الهدف. الله على المتعة الحقيقية لكرة القدم، هذه الأمور التي تحبها الجماهير. فيل فودن، ماير، لينية مثالية خلف المدافعين، مر بالكرة، يا له من تصدي، يا له من حارس، الله على لقطة استثنائية، تير شتيكن في الموعد دائما. البرسا ينجو من فرصة كان ممكن تقضي على كل أمانة، جماهير البلوغرانا تطالب اللاعبين بالاندفاع بشكل أكبر. يعود للخلف من عرضية جميلة، عرضية بشكل خاطئ وصلت إلى حارس المرمى. ماير، الأمطار تساقط على أرضية الملعب، الظروف ليست مثالية للفريقين، لكن محاولة التأقلم مع حركة الكرة، وبالتأكيد الفريقين عندهم قدرة على التعامل مع مثل هذه الظروف. استحواذ كبير من برشلونة على الكرة في هذه المباراة، لكن لا تترجم ولا تستغل هذه السيطرة إلى فرص حقيقية. يفتقدون للسرعة في الثلث الأمامي، الفريق لازم يكون أكثر حدة ولازم يلعب بشكل مباشر على المرمى حتى يخلق فرص ومحاولات تساعد على العودة. كرة تعود إلى برشلونة، تمريرة دي بروين لا تصل، ضغط ناجح في الأمام. الشوط الأول، والآن مع الشوط الثاني من مباراة دوري المجموعات للتشامبيونز ليج. يفقد الكرة وضاعت عليه الفرصة، فرصة خطيرة هنا، كرة هدف في الآن. أوه، بكل هدوء، بكل أناقة، الله على النهاية. إذن عودة للمباراة مشاهدين الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. كرة مستمرة بين أقدام هاري كين، الله على التدخل المثالي، شوف كيف خلص الكرة. يا سلام على التمريرات، بيعدي بالكرة، بيروح فيها، هذه فرصة هدف، فرصة ما زالت قائمة بعد تصدي حارس المرمى.
يا رب، أي لعبة وأي كرة، أي لقطة وأي لمسة، الكرة في المرمى، هدف ولا أروع نار. نشوف مرة أخرى أخطأ الحارس في التصدي للكرة وهذا يكلف الفريق هذا الهدف. الآن غضب بالتأكيد من هذا الخطأ، كان بالإمكان إبعاد الكرة بشكل أفضل. كيفن دي بروين يفقد الكرة، دي بروين يلعب الكرة بدقة كبيرة بالملي يا سلام، يعرف كيف تخرج ومتى تخرج وأين تصل. الله على الكرة. مدرب الفريق الضيف على وشك أنه يقوم بالتبديل في هذه اللحظات. دي ليخت عمل جيد في قطع الكرة. الآن تظهر على الشاشة المباراة القادمة للفريق الزائر في الدوري الإنجليزي الممتاز. ماير برشلونة يستعيد الكرة. هاري كين، نشاهد تغيير فريق من تكتيك المتوازن، أصبح يعتمد على الكرات الطويلة، يبحث عن الضغط على المنافس، خلق فرص أكثر للتسجيل. الكل يعلم بأن المغامرة الهجومية، اللعب الهجومي الشامل، يعني بأن الفريق أوهو، حارس المرمى طار، حلق، تصدي. تالي هذه الكرة ضربة ركنية ترسل في وسط منطقة الجزاء، رأسية بتروح بعيدة عن المرمى، ما عرف كيف يوجه الكرة بشكل مثالي. شوف الكرة الرأسية، وبالتأكيد تحتاج إلى موهبة، إلى مهارة حتى يوجه اللاعب. هاري كين ضاعت الكرة، انطلاقة سريعة بالكرة، يتقدم فيها. يا رب، أي هدف هذا، أي لعبة، أي كرة، أي سلطنة، يا مزاجك يا لعيب. بعد نزوله بلحظات يجعلها تستقر في الشباك، يزور المرمى على الفور. أي شوق للاحتفال بهذا الهدف، شخصية ويجاهزية لهذا اللاعب من دكة البدلاء إلى هز الشباك بهذه السرعة، يدخل في أجواء المباراة. أي روعة هذا التغيير، قوية التمريرة لكن بتروح سهلة لحارس المرمى. واضح أن مدرب الفريق الضيف يفكر في تغيير وضخ دماء جديدة في الفريق. دي ليخت 7 دقائق على نهاية هذه المباراة، والآن كرة لبرشلونة وضربة حرة. تمريرة عالية في منتهى الجمال، كرة خطيرة لكن الدفاع بيخلصها بعيدا عن المرمى. رائع في قراءة الفريق الخصم. هاري كين، لوكاس باكيت أمام مساحة في هذه اللحظات، كرة هدف محقق لكن الحارس يقول لا، ردة فعل استثنائية، برافو حارس المرمى. تنفيذ الضربة ركنية في وسط منطقة الجزاء، يقابل الكرة وبيخلصها من منطقته. هاري كين، لوكاس باكيتا. الآن تأتي صفرة نهاية المباراة، خسارة أصحاب الأرض أمام جماهيرهم. الفريق